الانحناء هذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، ولكن تقبيل يد الأم اليد للرجل، يقبل يد والدته أو يد والده أو يد العالم أو يد ولي الأمر، هذا لا بأس به، لكن من غير انحناء. إذا انخفض يسيرا لأجل التقبيل فلا بأس بذلك، وأما أنه ينحني وينزل وهو واقف ليقبل رجل الأم فهذا لا ينبغي، وهذا فيه تكلف أيضا. نعم، إذا كان لا يحتاج إلى انخفاض وإنما هو جالس عند قدمها وقبله من باب الإكرام لها فلا بأس بذلك. نعم.